أشعر بالفخر الشديد كوني أمثل دولة الجزائر، شعور ممزوج بثقل المسؤولية وعبئها علي. لحظات الانتظار بالنسبة لي تعني العديد ومنها الأمل. إنها لحظة شوق لكي أعبر عن تجربة قارئة. أشعر بما لا أستطيع وصفه. ترقب بانتظار وأمل بالله عز وجل أن يوفقني. أنا سعيدة جدا جدا وبمشاعر تكاد تلامس عنان السماء فرحا وحمدا لله تعالى وثقة. حماس. الهدوء، وهو الهدوء ما قبل العاصفة بإذن الله. أنا متفائلة. الإيمان، فأنا أؤمن بقدراتي وبقدرات الآخرين. أمل. أنا متحمسة كثيرا. أشعر بالثقة. أنا حاسة بسعادة لأنني سوف أمثل وطني عمان. الآن أشعر بحماس لا يوصف. فرحان إن شاء الله، لو إن شاء الله أمر الله، وإن شاء الله بأمر الله نجحت فيها إن شاء الله.